رمضان كريم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم ببرنامجكم رمضان مع احسان. اليوم حلقتنا هتكون مميزه من مدينه اريحه. اريحه اللي هي اقدم مدينه بالتاريخ، عمرها 10000 سنه. اليوم رح نكون بجمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني، ورح نكون بضيافه مدير الجمعيه الاخ ماهر النطور. اهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، بشرفنا حضوركم تلفزيون فلسطين. أهلا وسهلا فيكم أخواننا وأخواتنا المشاهدين، المجتمع المحلي الفلسطيني ككل، في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في أريحة، مجمع الدكتور فتحي عرفات للخدمات الإنسانية. كل عام وانت بخير وانتم بخير، وتضل الإنسانية طالما الشعب الفلسطيني موجود دائما في إنسانية. أهلا وسهلا فيكم وكل شعبنا الفلسطيني بخير، والأمة العربية والإسلامية بخير إن شاء الله. إن شاء الله. أخ ماهر، بدك تحكي لنا شوي نبذة، الناس يمكن ما كتير بيعرفوا إنه شو هذا المركز بيقدم، الجمعية هاي شو بتقدم؟ أنا شفت أولاد في يعني اللي هن عندهم ذو احتياجات خاصة، يا ريت تحكي لنا عن هاي الجمعية. أول شيء جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني هي جمعية وطنية أسست سنة 1968 بناء على قرار أول مجلس وطني فلسطيني في الجزائر. نعم. وبناء عليه تم اللي هو تركيبة وتشكيلة اللي هو جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بفروعها المتعددة في كافة الوطن، في الداخل وفي الخارج وفي الشتات، وهي تخدم جميع الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات أينما تواجدوا. نعم. ومعظم الخدمات التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني هي خدمات صحية اجتماعية. نعم. إنسانية لجميع المجتمعات. أيوة. الفلسطينية. أيوة. إحنا هون في أريحة فرع من فروع جمعية. نعم. الهلال الأحمر الفلسطيني، واللي هي تابعة للمقر العام الأم في رام الله. أيوة. وعندنا هون مشكلة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خدمات متنوعة، من ضمنها اللي هو خدمة ذوي الإعاقة. أيوة. اللي موجودين. نعم. عندنا في محافظة أريحة. أيوة. الأطفال ذوي الإعاقة الموجودين عندنا هم في مركز تأهيل وتنمية القدرات، اللي هو بيعمل عملية تأهيل للأطفال ذوي الاحتياجات ذوي الإعاقة من سن ما قبل 4 سنين، وبعدها بتم إدخالهم للمركز من سن 4 سنين لسن 18 سنة. تتقدم له ببرامج متنوعة في هذا. نعم. المركز بما يخص التربية الخاصة والعلوم الذاتية، اللي حتى يقدروا يستطيعوا انهم يهتموا بنفسهم يمكن. ويكون بنفس الوقت يستطيعوا انهم يندمجوا في المجتمع الفلسطيني. وينتجوا كمان. وينتجوا. نعم. هاي الفئة اللي احنا قاعدين اليوم راح نشوفها بتقديم حلقة معهم لشهر رمضان المبارك اللي ربنا يعيده علينا وعلى الجميع بخير ان شاء الله بألف خير. هي فئة من عمرية نعمل على تدريبها على الأمور الفنية والمهنية. نعم. ومن ضمنها الأمور اللي ممكن إنهم ينتجوا فيها ويشتغلوا فيها داخل البيئة الأسرية اللي هم متواجدين. نعم. فيها، وخصوصا مع أمهاتهم وأباهم، من ضمن المطبخ اللي موجود في كل بيت فلسطيني. مشاهدينا يمكن رح تستغربوا إنه أنا كيف فكرت بإنه نيجي نعمل هاي الحلقة بجمعية الهلال الأحمر. هاي طبعا بيرجع لأهمية السوشيال ميديا. أنا على الفيسبوك شفت هدول الأولاد البنات كانوا عم بيعملوا معجنات، وانصدمت يعني بس شفت الصورة، هو مش صور يعني كان فيديو، ومن وقتها قررت قلت بشهر رمضان لازم هدول كمان إنه إحنا نعطيهم حقهم. شيك صحيح صحيح، لأنه قضية تدريبهم على العلوم الفنية بما تخص اللي هي الأمور الطبخ والمطبخ في المجتمعات الفلسطينية أو في بيئتهم المحلية داخل. نعم. أسرهم. نعم. هي مهمة جدا، أول شيء لمساعدة الأم في شؤون البيت. عدا عن ذلك عملية الدمج الأسري اللي لازم يتم من خلال التساوي ما بين الأطفال الأسوياء والأطفال ذوي الإعاقة، يعني الأهل لازم يتفاعلوا مع أولادهم، الأهل يتفاعلوا معهم ويطلقوهم للمجتمعات المحلية. بالزبط. لأن احنا بصدد عمل برامج في المستقبل. نعم. إنه هدول الأطفال عند تدريبهم بشكل مهني إن شاء الله، ودعم الحكومة في هذه المستويات في فتح ورشات محمية لإلهم. نعم. إنهم يكونوا ناس فاعلين داخل المجتمع المحلي ويصبحوا ناس فاعلين ومنتجين، حتى يقدروا يقدموا زيهم زي باقي الشعب الفلسطيني في المجتمعات المختلفة.
حلو. اذا يعني اخ ماهر احنا رح يكون عندنا مجموعه بهاي الحلقه رح يشاركوا ورح نعمل الاشياء البسيطه اللي هي المناقيش بزعتر ومناقيش بالجبنه يعني احنا بنعمل شيء بسيط بس لحتى ورجيكم مشاهدينا انه كمان ما في انسان بالكون ما فيك تستفيد منه، ما في انسان ما فيك تعلمه، صح ولا لا؟ صحيح، لانه احنا شعارنا بحد ذاته في التاهيل ان الاعاقه لا تلغي الطاقه. نعم. وبمنهم هدول اطفال عندهم طاقات يمكن توجيههم. نعم. والعمل بهذه الطاقات بكافه اشكال انواع الحياه، ومن ضمنها الامور اللي راح تشوفوها هلا معهم ومع المشرفه تبعتهم اللي هم مجموعه من الاطفال من ذوي الاعاقه اللي هم عندهم قصور ذهني، وبنفس الوقت بيستطيعوا بالتوجيهات والاشراف انهم ينتجوا ويعملوا مع مشرفتهم. نعم. مشاهدينا معناته اخ ماهر احنا هلا قبل ما ناخذ الفاصل رح يكونوا عندنا البنات او الاولاد اللي هن الاطفال اللي هن عندهم ذو الاحتياجات الخاصه رح يكونوا معنا. بحب اشكرك اول شيء انك استقبلتنا، وبحب اشكرك ان يعني احنا اليوم مع انه الدنيا شوب ونار وهيك، بس اذا بتحب تحكي كلمه توجهها. انا ككلمه اخيره بس بحب اني يعني بناء على التواصل اللي تم معنا والاتفاق على اظهار هذه الحلقه من الاطفال اللي هم جزء لا يتجزا من المجتمع الفلسطيني، انه باسمي وباسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المتمثلة برئيسها الدكتور يونس الخطيب والإدارة العامة وإدارة وكوادر ومتطوعين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في أريحة ومنتفعين الموجودين عنا اللي راح تشوفوهم في هذه الحلقة، بنشكر كتير كتير تلفزيون فلسطين، وبنشكر كل من قام بهذا المشروع معنا من الأخت إحسان والأخ رجائي والطاقم الموجودين معنا. شكرا كتير لكم، وأهلا وسهلا فيكم في بيت الفلسطيني، بيت اللي هو بنسميه بيت الفلسطيني لأنه جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني هي بيت كل فلسطيني، وأهلا وسهلا فيكم. شكرا لك أخ ماهر. خليني روح لفاصل وقعد تتركوني لحتشوفوا الأولاد معي بعد الفاصل. خلينا نروح لفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا ببرنامجكم رمضان مع إحسان، وخليني أنا وياكم نستقبل الأطفال والبنات اللي رح يشاركوا معنا بهاي الحلقة. تفضلوا. أهلاً أهلاً يا أنس. أهلاً. إذن مشاهدينا هلا رح نشوف طبعا في المرشده والمساعده المشرفه الست ساميه رح تساعدنا حتى انه تشوفوهم كيف بدهم يعملوا لكم اليوم مناقيش بزعتر ومناقيش بجبنه بشكل أنس. وبعدين بحب اقول لكم انس بطل عالمي بالسبيشال اولمبيك في لعبه البوتشي. والله يعني انت ابضاي ابضاي معلش خبر خلي الناس يعرفوا انك ابضاي وماخذ بالاولمبياد معي بالسبيشال اولمبيك وحصل على اكثر من ميداليه ذهبيه وفضيه اكثر من ميداليه في العالم كله تقريبا. والله فظيع. طيب يلا خلينا قلت لي انس انه انت اكثر من شاركت باكثر. شو هاي البوتشي؟ شو لعبه البوتشي يعني؟ كره برمي كره. خلينا نبدا زعتر وزيت والعجينه طبعا. يلا خلينا تساعدكم حتى تقدروا تعملوا. يلا مؤمنة حطي لي الزعتر على الصحن هون وحطي الزيت حبيبتي. ويلا سوا. يلا يلا اخلطوا زعتر وزيت. يلا أنس انت بلش حبيبي بلش بالعجينة. حطي الزعتر نصه هون. العجين كلكم بتعرفوه اللي هو طحين ونسبة ملح وخميرة ومي عشنه شيك. نعم نعم نعم
يعني كمان بحب انت المناقيش بزعتر. بعدين هيدول اكلات للسحور، هيدول خلون للسحور بس اني بدهن ايه ويح. ايوه شايفين مشاهدينا الكل هلا عم بيتعاونوا مع بعضهم تيعملوا المناقيش بزعتر بشكل زي ورح تشوفوا وبجبنه مزبوط شطوره عفوا عفوا ايش؟ امي عفوا في عرفي؟ ايش يا انس؟ ايش؟ امي صفرة حركي حركي كمان بتحب الجبنه الصفرة كنك؟ لا قلوقه الزيت وحط لها بتحب الجبنه الصفرة؟ يلا كل واحد يرق له وحده. يلا 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 يا علاء اعملي هيك وحده. يلا يلا مين اشطر ومين اسرع؟ مين اشطر ومين اسرع؟ الاء ولا انس؟ خذي يا مؤمنه افرد يلا هاي. شوف مين اسرع. والله انس اسرع من الاء. لا يلا أنس عم بسبقنا عم بسبقنا أنس عم بسبقنا. يلا ها يلا برافو برافو برافو. شاطرة شطورة قلوقة. يلا شطورة شطورة قلا. يلا يلا والله شاطر بالخبز وبالعجن. بتصوم برمضان معك انس؟ نعم. بتصوم برمضان؟ نعم. وشو بتتسحر بالليل؟ بالليل؟ بتتسحر مناقيش؟ يلا. مناقيش بزعتر؟ انو زعتر ولا جبنة اكتر؟ انو بتحب بزعتر ولا بجبنة اكتر؟ كل اشي كل اشي بتحب؟ ترسك ماضي على كل شي يا انس؟ نعم. بتحب المقلوبة انس؟ همو انتي وايش كمان بتحب؟ بعمل بتحب حنسلط
بابي قلب ولا ناس. سامية سامية قولي لي كيف تتعاملي مع هدول الاولاد؟ قديش عندك بال طويل انك تعلمي؟ بصراحة من أروع الناس اللي ممكن تقدر تتعامل معهم هي هاي الفئة. طيبين، مش بس طيبين، عم بفاجئوك شغلات كتير حلوة انت باعتقادك انك انت عم بتعلمهم، بتكتشفين هم اللي بعلمهم كتير مش شوي. بعدين بيطلع منهم حاجات يعني ما بتخطر لك على البال. من أروع المخلوقات على الأرض. ان كان في المجال الرياضي، المجال المهني، ايوه اي مجال يعني حطيناهم بالمجال ما قبل المهني ابدعوا، حطيناهم بالمجال بالانشطه اللامنهجيه ابدعوا، بالمجال الرياضي كثير ابدعوا. طبعا حلو. يعني شوفي على مستوى، نحن نحكي على مستوى العالم، نحكي على مستوى الوطن العربي مثل انا وفي عندنا فريق للبوتشي. ما بتحسي انه نظره العالم تغيرت عن قبل؟ كثير. كان زمان الواحد يستحي يقول انه عنده ولد مثلا كثير، وفي عندنا احنا نماذج قصص نجاح وبنحب دائما احنا بنعرضها ويعني كل الشكر لإلكم. طبعا انس قصه نجاح، بطل انس قصه نجاح. رحت على لوس انجلوس يا انس؟ انس قولها وين رحت. وين رحت على غير لوس انجلوس؟ ميكا وعاصف ونانو على اليونان. وين كمان رحت؟ مصر، سوريا، لوس انجلوس قبل شهر، والمانيا قبل شهر بابو ظبي. ولكم انا يا عمي والله انس لافف في العالم اكثر منك يا رجائي. يلا من هون مش مخلي محل انس. هي جاهزه تقريبا. يلا بدنا نعمل الجبنه. يلا خلي الجبنه. خلص تعالي خذي الجبنه. خذي الجبنه. شايفين مشاهدينا الشاطرين؟ مؤمنة ولا شطورة؟ شوفي شغلهم قديش دقيق. طبعا لما وصلوا المرحله هاي كانوا كيف بلش التدريب معاهم ستيب باي ستيب، فكنا نتدرب بالالعاب من خلال الالعاب التربويه. انا هاي نتخيلها انها هاي عجين، انهم العجين بالملتين بالالعاب التربويه. بعدها شوي تطور، صرنا نستخدم العجينه الحقيقيه. وطبعا بعد اول محاوله وثاني محاوله وثالث محاوله طلعت النتيجه هاي معك. انا بحب اشكرك على على الفيسبوك لما شفت الفيديو، لانك نورتي بصيرتي. الله يسعدك. انه قديش احنا مهم انه نعطي لو شوي من وقتنا ومن جهدنا نورجي الناس انه قديش هاي الفئه موجوده بمجتمعنا وقديش منتجه. بالضبط. وانا يعني الواحد سافر برا وشاف قديش بيهتموا بهدول الاولاد. اكيد نعم. الحمد لله. واحنا بنشكركم كمان انتم يعني انتبهتوا لهي الفئه، هذا الشيء يعني بيسعدنا وبيشرفنا. اي حدا حبيبتي. الله يسعدك. يلا خلصنا. هلا هي جاهزه تقريبا. جاهزين. اذا مشاهدينا خلينا نروح لفاصل، وبعدها بدنا نخبز المناقيش بزعتر وبجبنه حتى تشوفوهم. رجعنا لكم مشاهدينا ببرنامجكم رمضان مع احسان، ومثل ما بتعرفوا برنامجنا برعايه مسلماني هوم والهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون وجمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني. احنا طبعا خبزنا المنقوشات، المناقيش بزعتر ومناقيش بجبنه، عشان هيك رحنا فاصل. ومين كان واقف على الخبز؟ انس. انت خبزت يا انس؟ انا وانت وألاء خبزته. طيب قلت لي بتصوم بشهر رمضان. بتصوم. طيب شو بتحب تقول للكاميرا؟ شو بتحب تقول للمشاهدين؟ شو بدك تقول لهم؟ كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. انت شو اسمك؟ مؤمنة. سوار. سوار. وانت؟ ياسمين. وانت؟ الاء. انت اسمك ايش؟ مؤمنة. مؤمنة. وانت شو اسمك؟ انس. يعني بطل الشاشة، واحد جايب له 13 ميدالية يعني نيالنا. جايب 13 ميدالية. انس. الاء. والاء شطورة. الاء انت وانس اللي خبزته. شايفين ما اشترون بخبز العجين؟ إيه؟ وانا اسمي احسان تركي. انا ساعدتكم. برافو عليك والله انك شطور.
انه انا عملت لهدول اللي مش طاقه ومين كمان امي وام اسماعيل انت بقى كمان عملتي لهم يا دوابي والست ساميه كمان ام محمد هلا قلت لي بتعمل هاي انت بترمي هاي كره البوتشي هاي هيك ارجعوا على الكاميرا ارجعوا كيف ترميها على الكاميرا كيف بترميها كيف ترميها كره البوتشي يلا ارجيهم ترميها على الارض 18 والله منك هين يا انس منك هين على كل حال مشاهدينا احنا جايبين بس هدايا كتير بسيطه وحابين هيك نعطيها للاولاد وطبعا في بالمركز تقريبا 51 طفل واحنا جبنا لهم هدايا بسيطه بنقدم لهم اياها بشهر رمضان المبارك وبنقول لهم كل عام وانتم بخير. بتحبي انت الزهر البنات بتحبي هاي هاي اليك كل عام وانت بخير كل عام وانت بخير مين بحب شوفي هاي شو حلوه انت اي وحده بتحب اي وحده هاي انت هاي ولا وطبعا مين في بعد هلا في بقيه الهدايا بيكونوا لبقيه الطلاب بست ساميه مش هيك؟ اذا مشاهدينا حابين يودعوكم ويقولوا لكم ان شاء الله افطارا شهيا وصياما مقبولا وهيدول احنا عاملينهم للسحور مش على الفطور للسحور الزعتر المناقيش بزعتر والمناقيش بجبنه وعلى فكرة أنا أكيد إنه كتير كتير طيبين فهي عملنا لكم وجبة سحور من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في أريحة يلا كل عام وانتم بخير إن شاء الله بنعاد عليكم بالصحة والسلامة يا رب.